الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة محمد عبدو مع مادة الرياضيات الصف الاول الابتدائي نظام جديد او تعليم اتنين الفصل الدراسي الاول معنا النهاردة ان شاء الله في مادة الرياضيات الدروس التلاتة سبعة و وتمانية وتلاتين وتسعة وكراس الرياضيات للحاجات اللي هي هتتحل فيه أه ما تنساش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس والاشتراك في جروبي على الفيسبوك دروسنا في بيتنا مجانا هتلاقيه تحت الفيديو على طول الروابط بتاعتهم. أه تعالوا نشوف ايه الجديد اللي في دروسنا النهارده الحقيقه هو ما فيش يعني جديد أه لان هنستخدم برضو نفس الاشياء اللي هي من 6 ل 9 عشان نصنفها على حسب اللون او على حسب الشكل. أو على حسب الحجم أه لكن هنا إحنا هنتعامل مع أه الأشياء على حسب الحجم فهنستخدم حاجة غير دي عشان دي أحجامها كلها واحدة وعندنا أه إطار اللي هو عشر وحدات وده هنستخدم منه أه يعني هيكون عندنا منه ستة عشان نستغلهم في الدروس اللي جاية بعد كده وعندنا أشياء يعد بيها الولد أشياء صغيرة عشر أشياء أشياء, أشياء. اللي التقويم طبعا يعني خلاص حفظنا ايه اللي بيحصل فيه ان المعلم بيختار تلميذ عشان يكون مساعد للتقويم بتاعه عشان يساعده على التدريس في وقت التقويم آه طبعا دي مش هدف ان المدرس تعبان لكن الهدف منها ان المدرس بيشجع الاولاد على ان هم يتجرؤوا ويطلعوا ويتكلموا ويتناقشوا ويتحركوا داخل الفصل اه, آه بختار تلميذ من التلاميذ بعصي الاسماء وبعدين بيطلع فبنساله السؤال ايه عدد الأشهر في السنة وبيرد عليها ويرد التلاميذ وراه وإذا أخطأ طبعا بيصحح له المعلم وبيقول ال 12 شهر وبعدين بنسأله ايه الشهر اللي احنا فيه ونديله فرصة عشان يرد وبرده إذا أخطأ نفس الكلام إيه بيرد على الشهر اللي احنا فيه ايه هو وبعدين بنسأله ايه اليوم اللي احنا فيه وننتظر الرد نفس الكلام وبعدين نقول له إذا كان النهارده هو كذا طب امس كان ايه اليوم كذا امس ايه ونشوف من عصي الاسماء بقى حد من الاولاد يجاوب او ممكن هو يجاوب برضو بس انا افضل ان حد من الاولاد يجاوب عشان خاطر يبقى في مشاركة برضو منهم مع المساعد اللي موجود وبعدين طب ما يوم غد عرفنا النهاردة ايه ان اليوم ايه يعني يبقى ايه يوم غد زي ما قلنا يوم امس وطبعا الكلام ده هيتكرر في الدرسين 38 و 39 بنفس الطريقه. طيب ايه بنعمله بقى بعد جزء التقويم ده؟ بنسالهم مين طبعا خلاص بندخل بقى الايه التلميذ وبنحييه وبيشجعه اللي هو كان مساعد وبنقول مين اللي هيساعدنا في الايام اللي احنا ذهبنا فيها للمدرسه. طبعا احنا هنا كان عندنا ست شفاطات في خانة الأحاد أو في حاوية الأحاد ومعانا تلت عشرات يعني ستة وتلاتين ونفهمهم ونكرر فيها ان دول اسمهم تلت عشرات ما اسمهوش تلاتين دول اسمهم تلت عشرات بيساو تلاتين يعني لازم يفهم الحته دي عشان يبقى عارف ان هم في خانه العشرات عددهم 3 يبقى 3 عشرات لكن لو فكناهم لخانه الاحاد لخانه الوحدات هيدوني 30 وهنا في 6 يبقى 36 هنطلب من تلميذ من التلاميذ ان هيطلع ويضيف الشفاطه اللي هي رقم 37 هيبقى في الاحاد في سبع شفاطات يعني سبع وحدات وهنا في ثلاث عشرات ب 30 وهنا السبعه يبقوا 37 نفس الكلام هنزود واحدة في اليوم 38 وفي اليوم 39 بعد كده هندخل على مخطط الأعداد اللي هو من واحد لغاية مية وهنطلب من ولد من الأولاد يحط دائرة حول العدد اللي احنا عايزينه النهاردة ونسأله العدد ايه بتاعنا النهاردة هيقول لنا سبعة وثلاثين ويحط الدائرة حول العدد سبعة وثلاثين. ونفس الكلام برضو هنضيف دائرة جديدة على 38 وعلى 39 في الدرسين اللي بعدهم. ده كده بنشتغله في الثلاث دروس. بنيجي بقى في الدرس 38 هو في الدرس 37 خلاص كده يعني خلص جزئية التقويم وخلصت الحتة بتاعة الأعداد والكلام ده فبيجي بقى في الدرس 38 على آسف اه بيجي في الدرس 38 وبيعمل ايه اه بيصنف بيجيب اشكال زي ما احنا شايفين قدامنا كده بيجيب ثلاث مربعات واحد كبير واحد متوسط واحد اه صغير وبعدين بيجيب ثلاث مثلثات برضو واحد كبير واحد متوسط واحد صغير ولازم الاولاد يبقوا فاهمين يعني ايه كبير ويعني ايه متوسط ويعني ايه صغير، وبعدين برضو في الدوائر بيجيب تلاتة برضو كبير ومتوسط وصغير. بيجيب بقى يعني زي ورقة سجل يعني ويكتب فيها صغير ومتوسط وكبير وبيبدأوا الأولاد يصنفوا هيشوفوا الصغير هيختاروا المربع ده وياخدوه يلزقوه والمثلث ده يلزقوه والدائرة دي يلزقوها إذا كان ستيكر ما كانش يبقى رسم مش مشكلة إذا كان ما فيش لا ولا ده يبقى ورق مقصوص ويتحط بس مجرد إن الولد حاطط دول قدامه فبيحط الإيه التلاتة الصغيرين هنا وبعدين هنا بيحط التلاتة المتوسط وبهنا بيحط التلاتة الكبار اللي هم تحت دول وبيفهمهم إن ده الأكبر في الحجم وإن ده المتوسط في الحجم يعني ما بين الصغير والكبير يعني اكبر من الصغير واصغر من الكبير خدتوا بالكم ايوه وبعدين هنا يعني ايه الالوان مش قضيه بقى احنا هنا بنصنف على حسب الشكل ولازم يفهم يعني ايه تصنيف ونكرر معاه يعني ايه تصنيف يعني احنا بنضع الاشياء ذات الصفه المميزه مع بعض بعضها البعض كلام جميل. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بندخل في تعلم. يبقى كده خلص الجزء الاول اللي هو رياضيات الايه؟ التقويم والحركه. طيب هيجي بقى على الجزء الثاني في الدرس بتاعنا 37 هو الكلام اللي احنا قلناه هنا ده ده هيبقى في درس 38. خلاص كده بس هو ده اللي يعني الوحيد اللي منضاف فيه الجزئيه دي لكن 37 ما فيهوش ولا 39 ما فيهوش الكلام ده طب نيجي بقى ايه على تعلم هيقول لهم احنا اتعلمنا يا اولاد اعداد كتيره طب ايه اضخم عدد اتعلمناه ايه اكبر عدد يعني يا اولاد اتعلمناه اه مين منكم يعرف وهنختار بعصي الاسماء عشان الاولاد يجاوبوا لي ان العدد 30 هو اكبر عدد احنا اخترناه وطبعا ننتظر عليهم الاجابه اذا ما عرفوش يبقى احنا بنوضح لهم لان ده عمالين يكرروا يعني كررناها كذا مره فاكيد الاولاد عرفوا ان احنا وصلنا لدرس 30 <applause> بعد كده آه يعني هيقول لهم يلا نلعب لعبه الحجله اللي هي آه بينط بي 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 على رجل واحدة وهو ماسك الرجل التانية بإيده ويبدأ يعد لغاية ما يوصل للعدد 30 يعني لعبة كده خفيفة بسيطة ما فيهاش حاجة بيعملها مع كام ولد أو مع الفصل كله مش قضية أو مع مجموعة بيختارها بعد كده آه في بقى إطار العشر خانات بيفهمهم احنا اتعلمنا ايه عن اطار العشر خانات ويشوف الاولاد هيفهموا ولا هيقولوا ايه بالظبط ايه الاجابات اللي هو ممكن يقولوها الاولاد ان هو بيتكون من عشر خانات جميل جدا ان هو بيساعدنا على ان احنا نعد الاعداد الكبيرة برضو كويس جدا آه ان هو يساعدنا على ان احنا نعد بالعشرات يعني ده واحد اللي يبقى عشره لو واحد تاني نقول عشرين لو واحد تالت هنقول تلاتين وهكذا عشرة عشرين تلاتين ده العد بالعشرة يبقى الاولاد ممكن يقولوا ان هو بيساعدنا في العد بالعشرة وبعدين عشان نكون ده كله يعني افكار الاولاد اللي بيقولوها ان احنا عشان نكون العدد تلاتين محتاجين منه تلاتة آه بنوضح ان العدد 30 بيتكون من تلاتة منه وصفر من من الوحدات يعني مفيش واحد رابع في آه اي خانة تاني وعشان كده بنقول ده هو التلاتين بعد كده اما بسمع اجوبتهم بشجعهم واقول لهم اجابات رائعة آه انتوا فاكرين احنا ازاي آه كيف عددنا امس بالعشرات ازاي عدينا يعني بالعشرات كنا بنقول ان ااا أه يعني يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان احنا مش هنقعد نعد 1 2 3 4 لا هنسيب ده كله ونقول على طول 10 وبعدين مش هنقول 11 و12 لا هنقول على طول 20 وبعدين مش هنقول 21 و22 لا هنقول على طول 30 يبقى اللي احنا هنقوله ايه هو يا اولاد؟ 10 و20 و30. طيب الاولاد كده فهموا ان الاعداد بنعدها وبنزود كل مادة يبقى ده اسمه تصاعدي بعد كده بنفهمهم ان احنا لو رجعنا بالعكس هيبقى ده تنازلي يعني بننزل من ال 30 لغايه الواحد وده الاعداد كلها بقى مش 10 20 30 عشان احنا هنوزع عليهم كراس رياضيات وهنختار شويه اعداد كده من الواحد لغايه ال 30 عشان يكتبوا على السبوره ونفهمهم بتتكتب ازاي وايه طريقتها وبعدين هنقول لهم يلا بقى اكتبوا لي الاعداد من واحد ل 30 تصاعدي وبعدين تنازلي ومع ان انتوا هتستخدموا اطار ال ال الاطر الخماسيه اللي هي اه اللي هي من خمس خانات يعني يعني ايه برضو مش فاهمين؟ يعني انت كتبت من واحد الى تلاتين اعملهم في اطارات وانت بتكتب اه يعني عباره عن اه النقط نقط 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 وانت ماشي جوه الدوائر بعد ما بعد ما بنكتب الاعداد وبعد كده بنحطهم في مره تصاعدي ومره تنازلي الكلام ده في صفحه سبعه وتلاتين واحنا في الدرس 37 هو على فكره ما بيذكرش الصفحات اللي يعني وده عيب في دليل المعلم ان ما بيحددش الصفحات اللي هي شغاله فيها بضطر انا ادور على المناسب مع الكلام اللي بيتقال عشان اشوفه في انهي مكان هنشتغله فلقيتش يعني ما لقيتش غير هو فعلا يعني انا يهمني جدا ان يكون الدرس مرتبط بالكراسه فعشان كده لقيت 37 مناسبه في تصاعدي وتنازلي هي يمكن الكبيره شويه بس متأل تعرضنا لها قبل كده مش فاكر انا المهم ان احنا بندرب الاولاد على ان هم يكتبوها تنازلي وتصاعدي وعارفين اطار الخمس خانات حي... هنا بقى هتقول لي انت هتقول لي طب ليه ما استخدمش اطار العشر خانات <applause> مش قضية يعني هو ليس شرطا ان هو يستخدم العشر خانات ده بالعكس ده هو لما يستخدم الاثنين بيبقى مكسب مكسب في ايه <applause> في ان الولد هيكون عارف ان اطار العشر خانات منه ثلاثة بيعملوا الثلاثين طب وإطار الخمس خانات آه هيعرف إن منه ستة هيعملوا ثلاثين يعني ده مكسب إن هو يعرف الثلاثين فيها كم خمسة وفي نفس الوقت يعرف الثلاثين فيها كم عشرة فعشان كده يعني في ناس فهمت من لما بتكلم على إطار العشر خانات يبقى اول ما هاجي عند الاعداد الكبيره هستخدمه على طول لا بالعكس ده انت يعني المفروض ان انت تشتغل مع الاثنين في وقت واحد لكن لما تحتاج عد بسرعه مثلا يبقى استخدم العشر خانات وتفهم الاولاد كده ان ده هيخلينا نعد اعداد اكبر بسرعه اكبر اه طيب او اعداد اكتر يعني بسرعه اكبر بعد كده بي... بنبدأ بقى ندربهم على عمليات جمع ونديهم شوية مسائل يعني أربعة زائد تلاتة هيساوي كام وطبعا تأكد على الزائد وعلى اللي يساوي يعني إيه دي ويعني إيه دي ودي عبارة عن مجموعة ودي عبارة عن مجموعة المجموعة دي وترسمها يعني أربعة زائد تلاتة حاول ترسم أربع دوائر مثلاً وجنبهم ثلاث دوائر وهنا نكتب أربعة وهنا نكتب تلاتة وبعدين نشوف الكل كام يديني سبعة نجرب اتنين زائد تسعة نجرب خمسة زائد خمسة بإن إحنا نستخدم كمان اشياء زي حب الفول او الحاجات دي عشان الاولاد يدركوا برضو معنى الجمع يعني في كل درس من الدروس بيشتغل نفس الكلام وبيدي كذا مسألة على الموضوع ده طيب في 38 هيعمل ايه في تعلم بقى هيبدأ بلعبة الإشارة لنفسه عرفناها قبل كده إن هيقول واحد وهو بيشاور على نفسه وبعدين يشاور على أي زميل من زمائل أو من تلميذ من التلاميذ يعني الولد اللي شاور عليه هيقوم يقف يقول اتنين وبعدين يشاور على واحد تاني يقوم يقف يقول تلاتة وهكذا لغاية ما يوصلوا للعدد تلاتين وبعدين هيستخدم مخطط الأعداد اللي إحنا قلنا عليه وهنا بقى مش عشان بس يحط الدائرة على 38 لا عشان يشاور للأعداد 10 وعشرين وتلاتين مكانها فين عشان يتدرب على عد العشرات وفي نفس الوقت نشغلها بقى هنا في حتة جميلة جدا اللي هي تحديد أنماط على مخطط الأعداد اه يعني ايه الكلام ده يعني مثلا ياخد مثلا واحد وبعدين ثلاثة وبعد يبقى يسيب واحد بس ويمشي وبعدين خمسة وبعدين سبعة ممكن نعلمه حاجة تاني ياخد واحد وبعدين خمسة وبعدين عشرة وبعدين خمستاشر وبعدين عشرين ده نمط تاني نمط تاني ياخد آه عشرة عشرين تلاتين وهكذا وانت ماشي دي كلها انماط اه ممكن يسيب اتنين وياخد واحد ممكن يسيب ثلاثة وياخد واحد وهكذا يعني اه دي كلها يعني اعتبرها انماط عشان الاولاد يتدربوا عليها وبنوزع لهم كراسه الرياضيات هنا وبنخليهم او احنا بنختار لهم اختيار هنا معلش بنختار العدد 19 وبنكتبه على السبوره وبعدين بنخليهم هم يكتبوه ثلاث مرات. بعد كده بناكد على حاجه بقى ان احنا بنكتب ثلاث اعداد ثانيه من 10 ل 30 عشان يتدربوا على كتابه الاعداد ولخبط يعني مره هات 20 ومره هات تسعة ومره هات مش عارف ايه عشان يبقى فيه تدارك للاعداد اللي بيتعامل معاها الاولاد يكون بينهم 30 يعني ياخد من 10 لغايه 30 ثلاث اعداد ويكون منهم ال 30 وبعدين يتدرب على شويه مسائل للجمع من خلال مسائل لفظيه يعني مثلا هيقول له مصطفى معلش فيه برضو الف لينا يعني آه عنده لديه اربع قبعات مضحكه آه اللي بيلبسوها الاولاد يلعبوا بيها اللي بتلاقيها في في الموالد او في الملاهي او الكلام ده يعني وسلمى عندها ثلاث قبعات مضحكه طب احنا عايزين نحسب عدد القبعات دي بتاعه الصفحه 38 اللي سالني عليها ناس كتير ازاي الصفحه دي تتحل لان هو هنا بيقول له شوف المساله اللي قالها لك المعلم وارسمها وطلع الناتج بتاعها من خلال رسومات ومن خلال جمع اعداد يعني هيرسم اه مش شرط قبعه يعني قبعه يعني يعني هو ممكن يعمل دائره وبعدين اه فوق منها دائره بالعكس كده وبعدين يجي من قدام يعمل جزء من دائرة يعني أو يصنفها بأي شكل دائرة وجواها مثلا عيون بتاع أي حاجة بسيطة كده ويعمل منها أربعة وبعدين يعمل منها ثلاثة ويكتب تحت دي أربعة وتحت دي ثلاثة وبعدين بعد كده يقول لهم شوفوا لي المجموع بتاعه هيطلع كام وهيحل المسألة دي اللي هي في صفحة 38 اللي بيسأل عليها الزملاء يبقى هي ديت المسألة اللي, هيعملها المعلم معاهم في الصفحة دي اللي هي صفحة 38 عشان اللي بيسأل على صفحة 38 ازاي بنتعامل معاها طبعا هو بيختار بقى عصي من الاسماء من الاولاد عشان يشوف اجوبتهم وحاجتهم اللي عملوها ويشجعهم على الرسومات فيتعلم بقى في صفحه في درس 39 بيعمل فيه ايه؟ بيديهم لعبه الوقوف والجلوس، يعني يقعد, يقعد يقول واحد، يقف يقول اثنين، يقعد, يقعد يقول ثلاثه لغايه ما يوصل لغايه 30، دي لعبه بيلعبوها الاولاد، بعد كده بيلعب برضه بنفس الفكره بس لعبه تانية اللي هي 30 والخروج، يعني ايه 30 والخروج؟ يعني الاولاد كلهم يخرجهم من اماكنهم يخليهم واقفين وبعدين يبداوا يعدوا 10 20 30 او في اي حاجه ويروحوا ساكتين. يعني مثلا عشرة ويسكت يقوم المعلم يشاور على واحد منهم يقوم يكمل عشرين ما دام نطق كلمة تلاتين يرجع يجلس يقعد مكانه يبقى خرج من اللعبة وهكذا لغاية ما يوصل ليه ان, التل... إن آآ 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 عدد التلاميذ كلهم يجلسوا داخل الفصل بعد ما عدوا لغاية التلاتين ويدربهم برضو على الجمع بس في حدود من واحد لعشرة ويختار بعصي الاسماء شوية التلاميذ يعني معظم تعلم في الثلاث دروس تركيزه على عمليات الجمع بالاضافات ودايما الكتاب على فكره بيبقى جايب مساله تانية الولد بقى المفروض ان هو يفكر في حلها ازاي يعني انا شفت مثلا 10 زائد 3 او شفت 13 زائد 4 حاجه زي كده يعني برضو يعلم عليهم يعني يدرب الاولاد عليها مع ان الدليل ما جابش سيرتهم خالص من ساعه ما بدا في الحكايه ديت يمكن من صفحه 20 تقريبا وهو شغال فيها لكن الدليل ما تعرضش لها خالص على اساس انها مساله فيها فكر يعني والاولاد يبداوا يشتغلوا معاك فيها ويفكروا فيها واعملها زي تشجيع او اللي هيوصل لها هنحييه هنشجعه كده يعني بعد ما يخلص الجمع والكلام ده يبقى خلصنا التلات دروس هيدخل في شارك شارك بتاعه الدرس 37 هيعمل فيها ايه هيقول لهم انتوا عارفين ايه عن الجمع اتناقش كده وشارك زميلك وهو يمر المعلم بينهم عشان يشوف ايه الملاحظات وايه اللي بيقولوه عن الجمع اه يقولوا مثلا ان احنا بنضيف عدد على عدد في مجموعة ومجموعة تانية وبعدين عايزين نعرف كلهم كام يبقى بنقول دي زائد دي بيساوي كذا اربعة اربع, أربع فولات والاولاد يشرحوا ويطلع منهم اللي بعصي الاسماء اللي يشاركوا عشان يقولوا ويعبروا عن ايه جمع عشان نطمئن ان هم فاهمين الجمع ايه هو بعد كده بيحيي الاولاد على ان هم اتعلموا حاجات كتيرة وانهم ممتازين والكلام ده في درس 38 هيختار بقى عدد برضو من الواحد وعشرين للتلاتين ده في, في المشاركة وهيكتبوا هيقول له اختار عدد واكتبه وارسم الايه الاشياء البسيطة السريعة زي دائرة زي مثلث زي اي حاجات زي كده على حسب العدد اللي هو هيختاره وبعدين قوم وشارك شارك مع زميلك الاول وبعدين هنختار واحد يقوم يقول ايه العدد وازاي شاركه ويورينا اتعمل ازاي العدد اللي هو فكر فيه هنا يعني بتبقى برضو في ورقة خارجية او في على السبورة او او يعني مش ما لقيت لهاش مكان ممكن تختار مثلا صفحة من الصفحات تكون سبتها فيها الاعداد يعني انا شفت صفحة 29 متهائلة ما ما تعرضنا لهاش باين فيها الاعداد دي ممكن يستغلها في كتابة الحاجات دي اذا ما كنتش استخدمتها في الدرس 39 بيقول له احنا حلينا مسائل قمنا في ألف هنا قمنا بمسائل جمع حليناها اتناقش مع زميلك فيها و قول لي ايه اللي بتتماثل فيها وايه اللي بتختلف فيها يعني مثلا هيقول مثلا يعني جمعنا ان 7 زائد 2 جابت 9 و4 زائد 5 جابت 9 يبقى هنا في الاختلاف في, ال... في الاجزاء لكن الكل هو الناتج يعني اه اه متساوي يبقى في تماثل في النواتج وفي اختلاف في الاجزاء اللي هي المجموعات اللي بنجمعها أربعة وخمسة ال الكل هنا اللي هو المجموع اللي هو تسعة التشابه ايه؟ إن دي جابت تسعة وإن دي جابت تسعة وأحييهم وأشجعهم وبكده ايه يكون انتهى درسنا مع أطيب تمنياتي لكم ومع تفوق وتميز أبنائنا إن شاء الله وفي رعاية الله وأمنه بس ما تنسوش ان انت تحط الماوس على شعار القناه هيظهر لك كلمه اشترك ما تضغطش احط الماوس كده عادي لكن لما تظهر لك كلمه اشترك اضغط هيزيد العدد واحد وهيظهر لك الجرس اضغط عليه عشان يجي لك اشعار باي فيديو انزله اذا كان عندك مشكله في الايميل ادخل على جروبي في الفيسبوك عشان تتابع الدروس اول باول ما افتكش درس من الدروس لان ان انت هتكون مش عارف تشترك في القناه عشان الايميل هتلاقي الرابط تحت الفيديو بتاع الجروب واذا عجبك الفيديو ارجوك اضغط لي على العلامه دي ما عجبكش اضغط لي على الثانية اللي عكسها، أنا ما أزعلش إنك تضغط على أي واحدة ما أنت حر ده رأيك، اه أنا بس أعرف كم واحد عجبهم الفيديو وكم واحد ما عجبهمش الفيديو، وهنا هحط لك اه بعض الفيديوهات اللي ممكن اه تكون ما شفتهاش فتضغط عليها وتتفرج عليها، أشكركم وفي رعاية الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.